ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. تأتي بآية ملكت جبتي مرتعو تقرب لهم طبعا حجي خلاص أما جرى شابس بحمالي تقول ده إسخام مرتعو بره نقريها تقرب له زلخا ناب قويت أم التملسو انتهي بلا الله سبحانه وتعالى زيهم سبعات زيهم فبشر عباد من اللي سيلن هو زلو أصلا سلا زيلن فالله سبحانه وتعالى بعلو يملسو مالتي لله الواحد القهار الذي قهر كل الخلائق. فالله سبحانه وتعالى يقول اليوم تجزى كل نفس بمجموعة ويكأب جندا بجملة كونن أنت إذا زخون تخون نفسي كلها ننتا زس الصراحته نوع يخت وسد مالتي. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات والأرض وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد خبركم أحوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء أبي بن خلف وقيل العاص بن وائل جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء ثم يقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ثم نزلت هذه الآيات إلى آخر ياسين. حد كفته مشركين مالتي أبي بن خلف وجاءت في رواية العاص بن وائل زبهالو انتا قيروا مالتي عظمي حزمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نايك قدم عظم مالتي تدفنوا نويح عد مزقبري إن بإيدو إن حمششو مسي مالتي نفاس كم زقيروا إن أزروا مسي مالتي يا محمد إلوه الله سي نزي عظم زي حم خش زخونا عظمي حمد زخونا عظمي أفتبلك يا حجي زبنن كمن دقنا كتسؤيو ويكأخ من دقنا كفطر يتبل زلخس أبي زلو إزي إلو تزاريبو مالتيو. فالنبي صلى الله عليه وسلم تايما ليسلو نعم وويلو الله سبحانه وتعالى نعاخا كم تاز خلقا كاخا متكايو أميتو دنباني كمن دقنا كتسأكايو أتسيئون إساءة جهنم كأتوكائيو إلو الله سبحانه وتعالى إمن لسلو مالتيو. فإذن تقول داي طبعا تراي بزي سبزي تأساس ريكونا لكن حد خفتي كأندتات إمنت ودي سب صحيت ووزن بري يوم القيامة ويكا ميتكا من تنساء زبهل يأمن أي نبرن. فالله سبحانه وتعالى إذا قد داي زيئة ودي سب نخأمن الله يوم القيامة خمزلو تنساء خمزلو بخمزة أمسل آياتات غيرو يقول تونيرو مالتيو. فإذن والإنسان حجي الله سبحانه وتعالى أولم يرى الإنسان لنا أفتى آية من كم زخوني إذا قد داي زي من كم تزاربو أي تغسلان مع أنه سبب نزول الله مالتي نزاع يا زي أنه تورد سبب زخون له لكن المقصد حجي كل ود سبعات في مالتي لأنه قال أولم يرى الإنسان الجنس الإنسان كل ود سب وكل منكر للبعث الله سبحانه وتعالى نامن تاين خمل لسي سوع له مالتي أفتى نفسه مالتي أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة كم من تاي خلقه الله سبحانه وتعالى كفتي ما إليه واتبعتها خندتا تفات خون نقر كب أدي كونن خلقوه. فيستدل الله سبحانه وتعالى نتوم منكرين البعث بعث يلا انت نسائي يلا زبلو زنبورو بتي الجمامرة ناتو يزخخرو اللو مالتيو كما يقر كأخاسخا خبارو دي يكون كان جميركا الله سبحانه وتعالى خلقك كخلو كبارو يكون خلقوكا. فابتداء الخلق مجمرياتي أفتاطرانا ودسب نقزاء رسو بعلو مرتعو خونا كامالتيو خمن دقنا الله سبحانه وتعالى خمتي كبارو زخلقه كان دقنا ونحجي تخلق كان يركاخ من دقنا خمل سكا كم زخل مالتيو. ألم الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المرسلات ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار
مكين إلى قدر معلوم الله سبحانه وتعالى يخلقዎ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ካፍታ መሪ ወይ ከዓ ካፍቲ ዘርኢ ናይ ተባዕታይ ካብኡ ኸሊቑካ ኣብ ምንታይ ኣፅኒሑካ ክሳዕ ህፃን ኮንካ ዕሸል ኮንካ ተዓቢ ትውለድ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኩሉ ነገራት ደይከውን ገይሩልካ እና ኸለቕና ልኢንሳነ ምን ንጥፈት ኣምሻጅ ፍላ ስብሓን ወተዓላ ካፍታ ንጥፋ ትበሃል ካብኣ ደይከም ኣይኮነን ኸሊቑካ ማለት እዩ እዘን ካብኣ ካብ ኸለቐካ ዳሕራይ እንህልካ ሕጂ ድማ መፅእካ ትካታ ኣለኻ ካብ ቀሊል ነገር ካብ መሂን ነገር ተኸሊቕካ ከለኻስ ሕጂ ኣእምሮ ምስ ገበርካ ዓቕሊ ምስ ገበርካ ኣብ ክንዲ እዚ ዓቕልኻ እዚ ናብ ኸይር ናብ ሰናይ ዝመርሓካ ኣብ ምንታይ ክትካታዕ ጀሚርካ ማለት እዩ ዮም ልቅያማ ዝበሃል የለን እዚ ኣእምሮ ዘይቅበሎ እዩ ዓቕሊ ዘይቅበሎ እዩ እናበልካ ነቲ ሓቂ ትነፅግ እዚ ነገር እዚ ጌጋ ከም ምዃኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይነግረና ወረወ ልኢማሙ ኣሕመድ ፊ ሙስነድሂ ዓን ብሽሪ ብኒ ጀሓሽ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة كذلك رواه ابن ماجة أبز حديث زي النبي صلى الله عليه وسلم حد ز كف لم كل أبز كبد إدم نشتي تف تفئم مالت ي فيبل الله سبحانه وتعالى أصابعتهم رم نود سب እንታ ወዲ ሰብ ካብ ከምዚ ነገር ካብ ከም ትፋእ ድመስሊ ዘይኮንኩን ኸሊቐካ ዳሕራይ ካብኡ ተኸሊቕካ ከለኻ ክንዲ ሰብ ምስ ኮንካ ተኸዲንካ ኣቢልካ ሃብቲ ምስ ረኸብካ ገንዘብ ምስ ረኸብካ ድሕሪኡ ምእማንተ ኣቢ ፈጀማዕተ ወመናዕት እዛ ዱንያ ጥራያ ዕሽያትካ ገንዘብ ምእካብን ምገንዘብ ምኽላእን ኮንካ ትነብር ማለት ዳሕራይ ግን ሓታ ኢዛ በለቐት ተራቂ ሰዓት ናይ ቦት ምስ መፀት እንታይ ካ ትገብር ማለት እዩ ሽዑ ሰደቃ ክትህብ ትጅምር ወአና ኣዋኑ ሰደቃ ሕጂ ግዜ ሰደቃ ኣይኮነን ሓሊፉ እዩ ታሩሕ ክትወፅእ ምስ ቀረበት ቐርቀራ ምስ ኮነ ትገንዘብ ኣስለን ካብ ኢትካ ወፅ እዩ ሕጂ ካብ ኢትካ ምስ ወፀ ሞ እንታይ ክትስደቀሉ ኢኻ ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንወዲ ሰብ እንታይ ዓይነት ጠባይ ከም ዘለዎ እውን የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ፈኢዛ ሁወ ኸሲሙ ሙቢን ኩሉ ግዜ ክካታዕ ኩሉ ግዜ ኣንጻር ሓቂ ትረኽቦ ማለት እዩ በል የذኩር ላ ስብሓን ወተዓላ ቃል ወضረበ ለና መثላ ወነስየ ኸልቀ ቃለ መን ይሕይ ልዕظመ ወህየ ረሚም ጠብዓ እስትብዓድ እዚ ነገር ሲ ዘበት እዩ መን እዩ ዕፅምቲ ምስ በለየ ከም እንደገና ነዚ ዓፅሚ እዚ ንሰርሖ ወነስያ ዓظመት ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ነገር እዚ ክብል ከሎ እቲ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክብርን ልኡልነትን ረሲዑ ማለት እዩ እቲ ሰማይን መሬትን ዝኸለቐ ጎይታ ለኸልቁ ሰማዋት ወልኣርድ ኣክበሩ ምን ኸልቅ ናስ ኣይ ናይ ዓቢ ሰማይን መሬትን ምኽላቕ ዶ ምፍጣር ዶ ይዓቢ ወይስ ንወደቂ ሰብ ምፍጣር በል ኸልቁ ሰማዋት ወልኣርድ فالله سبحانه وتعالى እዚ ሰብ እዚ ቀዳማይ ነገር ነብሱ ረሲዑ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ጀሚሩ ካብ ምንታይ ድዩ ተኸሊቑ እንታይ ድዩ ነይሩ ቁሩብ ተዘስተውዕል ኣነስ ካብ ባዶ እንደ ተኸሊቀ እንታይ ደ ነይረ እምበ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ባዶ ካብ ኸለቀንስ ፅባሕ ንግሆ እውን ካብ ባዶ ኮይኑ ወላ እውን ካብቲ ኣዕፅምተይሲ ከም እንደገና ክኸልቀኒ ክኢላ ኢልካ ክትኣመን እዩ ነይሩካ لكن الإنسان بنفسه نسي خلق نفسه تا نفس يرسع ملت ككتع ون يركب قال من يحيي العظام وهي رميم فالله سبحانه وتعالى نت لملسله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله سبحانه وتعالى ንሱ እቲ መጀመርያ ዝኸለቐካ ካብ ባዶ ዝፈጠረካ
أنشأها أول مرة مجمر خلقك الله سبحانه وتعالى نس كم ندنا خملسك خل يحييها ما دام الله سبحانه وتعالى خلقها فهو قادر على أن يحييها مجمر خلقك كبر تخلك كم ندنا ون نخملسك الله سبحانه وتعالى دحر موت كإلى ي ثم ختم الله سبحانه وتعالى وهو بكل خلق عليم الله سبحانه وتعالى بخل تفطر نر يفلط يزحب خب يكن نالباش ت سب مس موت ل حو تقاصل موت ل بحر طريق موت ل حميم يموت ل كل عينت كين بتغص بانفجار كين بنوت نر تبتتن يموت تمووت حج بزح عينت ي እሞ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስካበይ ከም ፀኦም እዩ ከመይ ገይሩ ክእክቦም ኢልካ እውን ክትሓስብ የብልካ ኣን ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዛ ኣያ እዚኣ ወህወ ብኩል ኸልቅን ዓሊም ኣበይ ከም ዝኸተት ኣበላ እዛ ነፍሲ እዚኣ ከዓ ኸኽባ እንተ ደርዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብኡ ትሕባእ ኣይኮነትን ወላ እውን ፋሕብትን ትበል ዝኣ እምበር ወላ እውን ትቆራረፅ ዝኣ እምበር ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክእክባ ይኽእል እዩ ረወ ልኢማሙ ኣሕመድ ዓን ርብዒ قال قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضي الله عنهما ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا حضرته الموت فلما أيس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فدقوها فذروها في اليم ففعلوا فجمعه الله تعالى إليه ثم قال له لما فعلت ذلك قال من خشيتك فغفر الله عز وجل له إذا حديث زي يبل حذيفة حد زي النبي صلى الله عليه وسلم كمزي لو منها حد سبأي كفتم كلمينا زنبرو ناي تاريخ مالتيو النبي صلى الله عليه وسلم زعبو يتغسل لهم مالتيو موت مسمتو خلاص نموت بعينه مس رأي نتم سدر بيت لبو يلبوم ملت ي يبلم مس موتك نت ين ميت ز زيبهل انيت أكبكم قلقل أبلكم أب د أنبرني إخم أيتقبرني يبلم ملت ي نت أكاطلني سقي ل عمي ل ل مستقاطل حمخشت مسكن እንተ ደኣ ተረፍ ኣሎ ካብቲ ዓፅሚ እውን እንታይ ግበርዎ ይብሎም ማለት እዩ ብቆጥዎ ይብሎም ማለት እዩ ወቒትኩም ሽዑኡ ኣብ ባሕሪ ፈያብሉኒ ኣብኡ ኣፍስሱኒ ይብሎም ማለት እዩ እሶም ከዓ ምስ ሞተ ከምታ ንሱ ዝበሎም ኣምፅኦም ምስ ሞተ ኣብ እሳት የቃፅልዎ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜና እውን ኣለዉ ከከምኡ ትገብሩ ህንዶስ ኣለዉ ምናልባሽ እዚ ታሪክ ዝፀኒሕዎም ይኸውን ሕጂ ሓቂ መሲልዎም ብኡኸዱ ኣለዎ ማለት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣምፅኦም ከምኡ ገብርዎ ማለት እዩ ላ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ሰብ እዚ ከም ዝገበረ ኣኪቡ የምፅኦ ማለት እዩ ይብሎ ስለምንታይ እዚ ጌርካ ፈቃለ ረቢ ምን ኸሸትክ ካባኻ ፈሪሀ ብጣዕሚ እዚ ገይረ ይብል ማለት እዩ ላ ስብሓን ወተዓላ غፈረ ለሁ طبعا ذ نر ي الله سبحانه وتعالى طبعا يغفر لمن يشاء مع أنه كان س من خشية الله بزيادة فرهات ل زحز كم الله سبحانه وتعالى زيراخبل مسلو لكن هو يعلم أنه في بعث أصلا يوم القيامة خم ل يأمن لكن كم ر هدم زبل حساب أب طري تمركس طبع ج الله سبحانه وتعالى كب غفرل ل ل نحن م نقبر لنا
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الله سبحانه وتعالى أنه تحلنات أت أفطاطرنات كم ير خم خلق أنه الله سبحانه وتعالى يتقصله ملت أت بحد شنخ كእለትنت بت حد شنخ ك أت زهبم نعمة ينقر له ملت ي فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الشجرة الله سبحانه وتعالى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا كب قطلي مالت ن زين قص مالت ي لكن الله سبحانه وتعالى يبل ج بخلت عين تفسرم قالوا أن الله سبحانه وتعالى ت عنيت فر كل ت رئ ي أصلا ت ملئ مجمري قطلي ሉምሉም ማይ ዝመለአ እዩ ዝኸውን ብድሕሪኡ እናነቐፀ ኮይኑ ካብዚ ማይ ዝነበረ ዕንጨይቲ ኮይኑ እንታይ የወፅእ ማለት እዩ እሳት ከም ዝቃፀል ገይሩ ካ እዚ እሳት እዚ እውን ንዓኻ ጠቕሚ ገይርዎ ኣላ ስብሓነሁ ወተዓላ ፈላ ስብሓን ወተዓላ ቃድር ምን ሸጀር ኣክ ቂል ምን ሸጀር ኣክደሪ ናረን ዝበሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ፍልይ ዝበለ ኣብ ሕጃዝ ዝነበረ ዓይነት ናይ ገረብ ነይሩ ማለት እዩ እሳት እንተ ደኣ ክቃፅሉ ዝደልዮም ጠብዓ ቀደም መሸርጥጢ ከምዚ ክርቢት ገለመታት ኣይነበሮምን እንታይ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ወይ እምኒ ወይ ከዓ ፍልይ ዝበለ ዕንጨይቲ ነይሩ ብርሑስ እንከሎ ኢኻ ኣምፂኦም ክልቲኡ እንታይ ገብሮ ማለት እዩ ሓክዎ ካብኡ እንታይ ወፅእ ነይሩ ማለት እዩ ሓዊ እሳት ይቃፀል ነይሩ ማለት እዩ ፈቂል እን ላ ስብሓን ወተዓላ በዚ ንዕማ እዚ እውን የዘኻኽሮም ኣሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብዚ ጥሉል ዝኾነ ዕንፀይቲ ተፈሓፊሑ እሳት ከም ዝወፅእ ካብቲ ማይ ዘለዎ ዕንጨይቲ እንታይ ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ እሳት ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ ብማይ ክጠፍእ እዩ ዘለዎ ዕንጨይቲ እሳት እምበር ካብቲ ማይ ዘለዎ ክወፅእ የብሉ ላኪን ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ እቲ ፍጥረትናቱ ስለ ዝኾነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምዚ ገይሩ ፈጢሩልኩም ንዓኹም እውን ሽሻይ ንክኾነኩም ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ በዚ የዘኻኽሮም ንባሮቱ ማለት እዩ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أي تجعلونه نارا يتوقد قاتل هلهل زبل إسات تقبرو مالت ي ثم يقول الله سبحانه وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنه الله سبحانه وتعالى
እቲ ሰማይን መሬትን ዝኸለቀ ስለ ዝኾነ እሞ ክእለት ናይ ሰማይን መሬትን ምፍጣር ዘለዎ ወልሙሽሪኪን እቶም ሙሽሪኪን ንገዛእ ርእሶም መን ኸለቀ ሰማዋት ወልኣርተ ዳ ኢልካ እንታይ ይብሉ ነይሮም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኢላ የቁለና ላ ኣላ ይኸሊቆ ብሉ ነይሮም እዚ ላስ እዚ ሕጂ ካብ ምንታይ ካብቲ እምነቶም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተበጊሱ መረጋገፂ የምፃሎም ኣሎ ማለት እዩ ወለይሰ ለذ ኸለቀ ሰማዋት ወልኣርض እዚ ሰማይን መሬትን ዝኸለቀ ጎይታ ብቃድር ዓላ ኣን የኽሉቀ ምለሁም ልክዕ ንዕኦም ዝመስሉ ወይ ከዓ ንዕኦም ከም እንደገና ንክኸልቆም ሲ ኣይክእልን ማለት ድዩ እልእጃባ በላ በል ላ ስብሓን ወተዓላ ቃድር ክኢላ እዩ ፈኢዘን እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ማለት እዩ ከም መርትዖ ክኾነኩም እውን ናይ ሰማይን መሬትን ኣፈጣጠራ መን ከም ዝፈጠሮ ዘይትርእዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዶይኮነን ፈጢርዎ ክንቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝበሎ ዝጠቐስናዮ እውን ለኸልቁ ሰማዋት ወልኣርድ ኣክበሩ ምን ኸልቂ ናስ ፈላ ስብሓን ወተዓላ እዘን ህወ ቃድር ክኢላ እዩ ማለት እዩ ሰማይን መሬትን ዝኸለቐ ጎይታ ስለ ዝኾነ ካብቲ ወዲ ሰብ ዝዓቢ ነገራት ካብኡ ዝሕይል ነገራት ዝኸለቐ ንወዲ ሰብ ዝመስሉ ወይ ከዓ ንሰብ ከም እንደገና ነቶም ዝመት እውን ከም እንደገና ክመልሶም ከማ በዳእሁም فهو قادر الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى سمين مريت خلق كل أيكبد بقليل خلق كن فيكون الو خلق الله سبحانه وتعالى فالأمر الآن كذلك حج الله سبحانه وتعالى ነቶም ዝሓለፉን ነቶም ዝሞቱን ክኸልቆም እንተ ደኣ ኮይኑ እታ ጉዳይ ንጎይታ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትእዛዝ እያ ኩን ክብሎ እዩ ተፈጠር ክብሎ ዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንወዲ ሰብ ከም እንደገና ክፍጠር እዩ ስለዚ ጎይታ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘድክም ነገር ኣይኮነን ፀብፃብ ከም ንስኻ ትፅብፅቦን ከም ንስኻ ትሓስቦን ከምቲ ንስኻ ኣበየለው ኢልካ ትደልዮም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክደሊ ይኮነን ላኪን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኢዛ ኣራደ ሸይአ ፈኢነማ የቁሉ ለሁ ኩን ፈየኩን فإذن الله سبحانه وتعالى أبز آية زئ بلى وهو الخلاق العليم جمع الله سبحانه بأنه الخلاق وبأنه العليم الله سبحانه وتعالى نس خمز فطرا نس ون كل خمز فلت فتقد مئ نبرت آيا وهو بكل خلق عليم لو مالت إذن فالله سبحانه وتعالى يرقاقص عله مالت فهو عالم بخلقه نزوم بارت نزوم فطرات كلهم يفلطم ي أفطاطرناتم ون كمي جرم كم زخلقون الله سبحانه وتعالى እፈልጦ እዩ ኣበይ ከም ዘለዉ ድሕሪ ፍጥረት እውን ኣበይ ከም ዘለዉ ከም ዝሞቱ መን ከም ዝሞተ መን ከም ዘለዉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ይፈልጦ እዩ ካብኡ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሕባእ ኣይኮነን እነማ ኣምሩሁ ኢዛ ኣራደ ሸይአ ኣን የቁለ ለሁ ኩን ፈየኩን መዓስ ከም ፀራባይ ከምዚ ነቢ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንዓኻ ክፅርበካ ወይ ከዓ ንዓኻ ሃንደሳ ክገብረልካ ከመይ ጌርካ ትስራሕ ብሜትሮ ኮይኑ ብገለ ኮይኑ ከልቀካ ኣይኮነን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣምርሁ ከልቅ ላ ስብሓን ወተዓላ ንክፈጥር እንከሎ ኩሉ እነማ ህወ ኩን ፈየኩን ሳኽት ሓንቲ ነገር ክትሰርሕ እንተ ደኣ ኮይንካ ከመይ ጌይራ ከም ትስራሕ ካብ ምንታይ ክሰርሓ ኢልካ ትሓስብ ተብል ድሕሪኡ መዐቀነ የድልየካ ከመይ ጌይራ ከም ትመስል ገለ እዚ ኩሉ ስራሕ ናይ ወዲ ሰብ ኢዳኣ እምበር ናይ ጎይታ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣፈጣጠራ ክፈጥር እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ናቱ ቀሊል እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩን ክብሎ ከሎ ክኸውን እዩ روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم وكلكم فقير إلا من أغنيت إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء عطائي كلام وعذابي كلام إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون إذا حديث قدسي النبي صلى الله عليه وسلم زم حلالفو يبل الله سبحانه وتعالى أنتم باروتي كلكم يقاقئوا إلا من عافيت أنا زحلخو أنت دأ زيكون كل ودي سب يقاقئوا سلزي محرت حتى تخاباي استغفار قبر محركم مغفرة خبهبكم وكلكم فقير
إلا من أغنيت كلم د دኻታت ኹ ዘለكم يብلكم ካብ መن ኹم تፅበዩ ካብ الله ካባ ኹم تፅበዩ ስለዚ ካባይ حተቱ أن ከዓ وهب እየ أن ከዓ ለጋስ እየ أن ከዓ ህلو የ ዘለኒ ሙሉእ እየ أفعل ما أشاء ድላይ ዝገብር እየ ክህብ እንተ ደኣ ኮይነ ፅዒረን ሰሪሐን ኣይኮንኩን ክበካ እንታይ ደኣ ዓጣኢ ከላም ብቓል ብኩን ይኽበካ ወዓዛቢ እንተ ደኣ ኸሳቂየካ ክቐፅዓካ እንተ ደኣ ኮይነ እውን በታ ቓል በታ ትእዛዝ ዝሃብክዋ ኢኻ ክትቅፃእ ወኢዛ ኣረድቱ ሸይአን እነማ ኣቁሉ ለሁ ኩን ፈየኩን ዝደለኽዎ ነገር እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ኩን ዝበልክዎ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ ዘድክም ንዓይ ዘሸግር ዘይክእሎ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ብቐሊል ነገር ክገብሮ እየ ዝብለና ዘሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እነማ ኣምሩሁ ኢዛ ኣራደ ሸይአ ኣን የቁለ ለሁ ኩን ፈየኩን ፈስብሓና ለذ ብየድህ መለኩቱ ኩል ሸይ ወኢለይህ ትርጃዑ سبحان الذي فهو المنزه والمقدس سبحان تنزيه لله سبحانه وتعالى سبحان كتبل كل الله سبحانه وتعالى خب كل قدلت نه كبر لؤل زخن قيت مالت ي كل نجرت ون أب إل ي ملؤنت زلو سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء مالك كل شيء الله سبحانه وتعالى نل ዝቆፃፀር ማለት እዩ ኩሉ ኣብ ትሕቲኡ እዩ ከማ ተቁል ተባረከ ለذ ብየድህ ልሙልክ ቁል መን ብየድህ መለኩቱ ኩል ሸይ ፈልሙልክ ወልመለኩት ይብል ዑለማ ክልቲኡ ሓንቲ ትርጉም እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ልሙልክ ወልመለኩት ከራሕማ ወረሓሙት ወረህበ ወረሃቡት ፈኢዘን ልሙልክ ወልመለኩት ኣይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ማሊክ ኩሉ ሸይ ኩሉ ዝወነነ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ዝገበረ ማለት እዩ ላ ስብሓን ወተዓላ ንሱ ንኩሉ ዝቆፃፀር እዩ ንሱ ክቡር እዩ ካብ ኩሉ ጉደታት እውን ናፃ እዩ ሙሉእነት ዘለዎ ጎይታ እዩ ኣምልኾትኩም ንዕኡ ይኹን ፈስብሓና ለذ ብየድህ መለኩቱ ኩል ሸይ ፈህወ ስብሓነሁ አልሙቀደሱ ወልሙነዘህ ዓን ኩል ናቃኢስ وعن كل سوء الله سبحانه وتعالى ካب كل እكي نገራت ካ كل أበራت ካ كل قدلታت نፁهን ፅሩይ ጎይታ እዩ ስለዚ ንሱ ኣምልኾት ዝግبኦ ወናኒ كل ነገራት ስለ ዝኾነ بيده ملكوت كل شيء فما دام كل شيء تحت ملكوت الله سبحانه وتعالى ኣብ تحቲ ቁፅፅር الله سبحانه وتعالى كل ነገራት ካብ ኮነ إذ ኣምልኾትካ ንምን ክኸውን ኣለዎ ንعኡ ነዚ ጎይታ ዝኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እዛ ሱራ እዚኣ እነ ከምቲ ኣብ መጀመርያ ክንኣቱ ከለና ዝብልናያ እዛ ሱራ እዚኣ ካብተን ኣብ መካ ዝወረደት ሱራ ስለ ዝኾነት ተቐንዲ ጉዳያት ዝሓዘቶ ብዛዕባ ናይ ተውሒድ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ኣምልኾት ንጎይታን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክኸውን ከም ዘለዎ እቲ ቐንዲታት ናይ እምነት እውን ከም ልኢማን ብላሂ ወመላኢከትሂ ወርሱልሂ ወልየውም ልኣኽር ተን ቀንዲታት ንሰን ንዕአን ተረጋግፅ ሱራ ከም ምዃና እውን ጠቂስና ነርና እዘን እነሆ ናብ መጨረሻ ፈስብሓና ለذ ብየድህ መለኩት ኩል ሸይ ወኢለይህ ትርጃዑን ኣብ መኒና ክንምለስ ኣብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፍልኩሉ ሰየሙት ኩላህና ክንመውት ኢና ዝተርፍ የለን ኣብ መጨረሻ እውን ናብ መኒና ክንምለስ ማለት እዩ ናብ ጎይታ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንሱ እውን ክፈርደና እዩ ንሱ እውን እቲ ዝገበርናዮ ገበን እንተ ኣሎ ኮይኑ ብኡ ክቐፅዓና እዩ ዝገበርናዮ ሰናይ ኣሎ እንተ ኮይኑ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብኡ ሽሻይን ኸይርን ኣዳልዩልና ክፀንሕ እዩ ስለዚ ነዚ ጎይታ እዚ ኩላህና ከነምልኾ ኣለና ዝኣዘዘና እውን ክንፍፅም ኣለና ካብቲ ንሱ ዝበለና እውን ፈልከቲልና ክንወፅእ የብልናን ኩሉ ብጀካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣምልኾት ዝግብኦ የለን እቲ ሓደ እንኮ ኣምልኾት ክወሃብ ዝግባእ الله سبحانه وتعالى فጣሪ عለم فጣሪنا نعና ሰማي مሬት ዝخለق نس ጥራي እዩ ካልእ فطور እ الله سبحانه وتعالى ፍلይ ዝበለ ክብረት ዝሃቦ እ ኮይኑ ከተኽብሮ
እቲ ናቱ ክብረት ክትሕልወሉ ፅቡቕ እዩ። እቶም መላካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምሩፃት ገይርዎም፣ እቶም ኣንብያ፣ እቶም ልኡኻን፣ እቶም ረሱሉላ ስብሓን ወተዓላ ምሩፃት ገይርዎም፣ ነዞም ፍጡራት እዚኦም ትፈትዎም ተኽብሮም፣ ሳልሕ ዝኾነ ውን ዝያዳ ሰላሕ ዘለዎ ወሊ እንተደኣ ኮይኑ ውን ትፈትዎ ተኽብሮ እዚ ኩሉ ዘሎ እዩ። ላኪን ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝወሰነሎም ደረት ግን ካብኡ ዝያዳ ንኽትቦም ካብ ፍጡራት ናብ ፍጡር ናብ ፈጣሪ ከተሕልፎም ካብ ባሮት ናብ ጎይቶት ከተሕልፎም ግን ፈፂሙ ኣይፍቀድን እዩ። ኣቁሉ ቀውሊ ሃذ ወአስአል ላ ስብሓነ ወተዓላ ኣን የንፈዕና ብማ ሰሚዕና ወአን ዩዓሊመና ማ የንፈዑና ወየዚደና ዕልማ ወልሓምዱ ልላህ ዓላ ኩል ሓል ወصለ ላ ዓላ ነቢና ሙሐመድ وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.